حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجري فانزل بأرض الطف كي نسقيها، فعسى نظل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاري. ولقد مررت على منازل عصمة ثقل النبوة كان ألقي فيها، فبكيت حتى خلتها ستجيبني وحسينا ببكائها حزنا على أهليها. وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها بأب التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبر أبيها. لم تله عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفقد بنيها. وحق راسك المقطوع يا الشمس المضية، للحشر ما ننسى مصابك والرزي، ننسى وسهم الصاب قلبك يا ذرى. ذلنا وفت قلوبنا ونكس لواء، وتقطيع جسمك عالثرى قطع معاه. وخيل وطت صدرك يا ابن خير البري، داست يا ابن حيدر على قلوب المحبين، وبقلوبنا تخليك عارب غير تجفي. وذبح الطفل ننسى هذا محال يحسب، ولا ينسى ركوب الوديع على مطي. يا حسين كلنا نعتني لك كربلا، وبس ما نوصلكم وننظر ذيك لقب، ندخل الحاير بالونين ولطم لصد، والنور مثل الجلب لو فارج حمي. لكنما الأمر والمرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال العزيز الحكيم في
في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. أطهر مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. مقومات منصب الإمامة عند الله عز وجل هو العلم الخاص. كل مقام إلهي من مقام الإمامة أو النبوة أو الرسالة لابد أن يمتلك صاحبه الذي اصطفاه الله عز وجل علما خاصا، ونقصد بهذا العلم الخاص العلم اللدني، وهو مختلف عن العلم المعروف عندنا بالعلم الاكتسابي. العلم المعروف لدينا هو ذلك العلم الذي يكتسبه الإنسان من خلال التجارب، أو يكتسبه الإنسان من خلال التعلم والتعليم. هذا علم اكتسابي يكتسبه الإنسان من خلال حثه وسعيه في هذه الحياة. هنالك إلى جانب هذا العلم نوع مختلف آخر من العلم يعبر عنه القرآن بالعلم اللدني. هذا العلم مختلف كليا عن سنخ العلم المعروف لدينا، ولا يكون الإنسان إماما أو نبيا أو رسولا ما لم يمتلك هذا العلم. وإلا ما هو المسوغ أن يسأل الناس والمجتمع من هذا الشخص الذي اصطفاه الله عز وجل مجموعة من الأسئلة؟ الناس يريدون أن يستفسروا مثلا عن حكم الهلال، فيسألون من النبي، يسألونك عن الأهلة. لماذا يسألون النبي؟ لأنه يمتلك نوعا من العلم لا يمتلكه أحد غيره ممن كانوا في ذلك الوقت، فيحتاجون أن يرجعوا إليه. وهذا العلم الخاص الموجود عند الأئمة والأنبياء والرسل هو علم لا يقتصر على معرفة المسائل الشرعية. ليس المقصود من العلم الخاص انحصاره بأن النبي أو الإمام يعرف فقط بالمسائل التي هي محللة أو هي محرمة أو مباحة أو مكروهة. هذا جزء من العلم الخاص الذي يمتلكه الذي اصطفاه الله عز وجل، ولكن هنالك أيضا أبعاد أخرى لهذا العلم. أحد هذه الأبعاد هو اطلاعه على جزء من الغيبيات. يمتلك معرفة واطلاعا على جزء من الغيبيات، كما عبر الله عز وجل في هذه الآية التي استفتحنا بها صدر الحديث: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. أي هنالك استثناء يعلمهم الله عز وجل ويطلعهم على جزء من الغيبيات. وذلك أي أن الله حينما يطلعهم على جزء من الغيبيات، ذلك إنما هو لمجموعة من الحكم الإلهية. أحد هذه الحكم الإلهية هو أن يبين الله عز وجل للناس أن هذا الإنسان مرتبط بالله عز وجل،
أحد المعاجز وأحد الأمور التي يثبت الإنسان من خلالها أنه مرتبط بالسماء هو أن يخبر الناس بأمر غيبي، فحينما يتحققون من ذلك الأمر يعلمون أن هذا الشخص مرتبط بالسماء، فيطلعهم الله على جزء من الغيبيات. وهذه حكمة من الحكم، وهنالك حكم أخرى مذكورة في محلها. وجزء من اطلاعهم على الغيبيات هو معرفتهم بالمنايا، فهنالك اطلاع أيضا عند المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام بمجموعة من المنايا، وذلك ما تقرأه في كثير من سيرهم العطرة. فأنت تقرأ مثلا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أخبر أمير المؤمنين بما يجري عليه، حتى كان الإمام علي سلام الله عليه في الليلة التي ضرب فيها يسأل من الحسن: بني كم مضى من شهرنا هذا؟ حسين كم بقي من شهرنا هذا؟ ثم يلتفت ويقول: إنها والله الليلة التي وعد، أي أنه كان على اطلاع بمنيته، كان على اطلاع باستشهاده في هذه الليلة. بل بعض الروايات عن الإمام أمير المؤمنين حينما دخل ابن ملجم كان يخبرهم أنه هو الذي يفعل كذا. بل أيضا تقرأ في سيرة النبي الأكرم محمد أنه حينما كان على فراش الموت وأتى إليه جبرائيل بحنوط من الجنة، وقسم ذلك الحنوط جزءا له وجزء للزهراء وجزء لأمير المؤمنين وجزء للحسن، ثم لم يعطي جزءا للإمام الحسين. فحينما استفسرت الزهراء عن ذلك أخبرها بما يجري على الإمام حسين، وذلك يعني وجود اطلاع أيضا منهم على المنية. بل أنت تقرأ في خطبة الإمام الحسين سلام الله عليه: كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. العسلان يعني السباع. وأكو رواية، خل أقف شوي عند هذا المقطع، وأكو رواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه أن لحومنا محرمة على السباع. فيقول: شلون نوفق ما بين هذا المقطع من خطبة الإمام الحسين سلام الله عليه وبين هذه الرواية عن الإمام الرضا؟ قالوا: ليس المقصود من السباع هي هذه السباع المعروفة، وإنما المقصود منها أن أولئك الذين يتجرؤون على قتل الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام هكذا أنفسهم يمتلكون أنفسا وحشية لكي يقوموا بذلك الفعل، بقتل الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. وهنا طرح السؤال: إذا كان الأئمة على علم بمنيتهم، ألا يعد مسيرهم إلى ذلك المصير انتحارا منهم؟ حينما يعلم الإمام الحسين أنه سوف يقتل، وأنه سوف تسبى نساؤه، وسوف يقتل كل من معه في ذلك الموقف، ألا يعد ذلك انتحارا؟ بل أنت تقرأ أكثر من ذلك، ليس أن الإمام الحسين كان يعرف بما يجري عليه، بل أنه أخبر أصحابه في تلك الليلة حينما كانت ليلة العاشر، فقال لهم: هذا الليل فاتخذوه جملا، فأخبرهم بما يجري عليهم وتسابقوا إلى مصارعهم. وقال بعضهم: لو أننا نقتل ونحرق وننشر 70 مرة ما تركناك يا ابن بنت رسول الله. يدل كل ذلك على اطلاع منهم على ذلك. إذا كانوا مطلعين على ذلك، ألا يعني ذلك أنهم قد أقدموا على الانتحار؟ كذلك وسع هذا الإشكال، فقالوا أيضا في باقي المعصومين: حينما يشرب الإمام الحسن سلام الله عليه من ذلك اللبن المسموم
وهو على علم واطلاع أن هذا اللبن فيه سم، ألا يعد ذلك انتحارا وإزهاقا لروحه؟ ثم وسع أيضا هذا الإشكال بشكل أكبر، فقالوا هذا الإشكال لا يقف فقط على معرفتهم بالمنايا، بل حتى بعض الأمور التي يعرفونها تسلب فضل ذلك الأمر. أذكر لك مثال، قالوا الآن أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما بات على فراش رسول الله كان يعلم أنه لن يصيبه شيء أو لا؟ يعلم أنه لن يصيبه شيء، قالوا إذن أين الفضل في ذلك؟ إذا هو يعلم أنه لن يصاب بأي مكروه ولن يصاب بأي أذى وأنه سوف يسلم من كل شيء، فلماذا تعدون ذلك مفخرة له؟ كل إنسان إذا علم أنه لن يصيبه شيء سوف يقدم على المبيت مكان رسول الله صلى الله عليه وآله. قبل أن أنتقل إلى الإجابة على ما يرتبط بالإمام الحسين سلام الله عليه، بما أني أشرت إلى هذه القضية فلنجب على هذه القضية ثم ننتقل إلى ما يرتبط بالإمام الحسين سلام الله عليه. فيما يرتبط بهذه القضية هنالك مجموعة من الأجوبة الدقيقة، ولكن أحاول أن أشير فقط بشكل إجمالي إلى إجابتين مبسطتين. الأمر الأول، حينما نقرأ في سيرة النبي في هذا الموقف في مبيت الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، لا نجد في كلماته أو في كلمات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه كان يقول له وأنت تسلم يا أمير المؤمنين، على العكس تماما. إحنا نقرأ حينما طلب النبي من الإمام أمير المؤمنين أن يبات على فراشه، الإمام علي سأل وأنت تسلم يا رسول الله، ما سأل وأنا أسلم يا رسول الله. ما أكو عندنا رواية بهذا الشكل أن الإمام علي سأل من النبي قال له زين بعد ما أبات على الفراش جيني مكروه، أبدا. كان يسأل إذا قمت بهذا العمل أنت تسلم يا رسول الله؟ هذا الأمر. الأمر الثاني، من قال لكم أنه إذا أخبر رسول الله بشيء فإن كل إنسان مستعد أن يضحي؟ أضرب لك مثال بغزوة الخندق، حينما استطاع عمرو بن ود العامري ومن معه أن يتجاوزوا الخندق، وقف رسول الله صلى الله عليه وآله فقال من يبرز إلى هذا الكافر وأنا أضمن له عند الله الجنة؟ من وقف؟ هذا إخبار من النبي، والنبي صادق في إخباره، فما قام أحد إلا أمير المؤمنين فأجلسه، ثم سألهم الثانية فما قام أحد إلا أمير المؤمنين فأجلسه، في الثالثة جعله يبارز. إذن هذا يدل أن المسألة ليست فقط إخبارا، ما لم يمتلك الإنسان إيمانا عميقا بإخبارات النبي أولا، وتصديقا لكل كلامه ثانيا، وشجاعة ثالثا، فإنه لا يقدم. فمعرفته إن فرضنا أنه سأل من النبي ذلك، معرفته لا تنفي الفضل بل تثبت فضلا زيادة، أنه كان مصدقا تصديقا تاما بكل إخبارات النبي صلى الله عليه وآله، فهذا فضل زيادة على أنه قد بات على. أما ما يرتبط بخروج الإمام الحسين سلام الله عليه فقد ذكرت فيه ثلاث إجابات، الإجابات أكثر من ثلاث، ولكن لحتى لا أطيل أذكر هذه الإجابات الثلاث. الإجابة الأولى، قالوا أن علم الإمام حينما يعلم، ونقول أنه عنده اطلاع على الغيب، علمه بالغيب واطلاعه على المغيبات هو علم بالقوة لا بالفعل. ينقسم العلم إلى تقسيمات عديدة، أحد هذه التقسيمات هو انقسام العلم إلى علم بالقوة وإلى علم بالفعل.
العلم بالقوة يعني أن يمتلك الإنسان أهلية، وأن يمتلك الإنسان استعدادا وقوة كما يعبر عنها في المنطق، أنه إذا أراد أن يصل إلى هذه المعلومة سوف يصل. والعلم بالفعل هو أنه فعلا امتلك تلك المعلومة. خل أقرب لك بمثال. لو أن إنسانا زيدا من الناس مديرا في مؤسسة معينة، وأكو تحت إدارة مجموعة من الناس 30 موظف 50 موظف، وهو من وظائفه كل شهر أن يضع جدول لهؤلاء الموظفين، هذا يعمل اليوم الفلاني في الليل، وهذا يعمل في النهار، هذا يعمل في الموقع الفلاني، وهذا يعمل في الموقع الفلاني، ويضع جدولا لشهر كامل. أنت إذا جي في منتصف الشهر وتسأل منه تقول له هذا اليوم فلان من الناس الموظف تحت إدارتك أين يعمل الآن؟ هو فعلا ما تحضر المعلومة في ذهنه، ما يقدر يحفظ كل هذا 50 كل يوم كل واحد وين يعمل، لكنه يمتلك استعدادا بمجرد يفتح هذا الجدول الذي أنشأه مباشرة يعرف هذا الموظف أين يعمل في هذا الوقت. هذا نسميه علم بالقوة بالاستعداد، عنده استعداد أن يطلع. أما بعد أن يفتح تلك الورقة ويطلع عليها فعلا يكون علمه علم فعلي. وهذا مأخوذ من مجموعة من الروايات، كتلك الرواية المعروفة برواية الساباطي أحد أصحاب الإمام الصادق، حينما سأل من الإمام الصادق هل الإمام يعلم الغيب، فقال إذا أراد أو إذا شاء أطلعه الله عليه. وهذه الرواية ومجموعة من الروايات تنصب في أن جزءا من علم الإمام ومعرفة الإمام هو علم بالقوة، لا هو علم بالفعل. ولكن هذه الإجابة قد تصلح إجابة على بعض المواقف لمجموعة من المعصومين، ولكنها لا تصلح لكل المعصومين. فمثلا حينما تقرأ في كلمات الإمام الحسين كأني بأوصالي تقطعها غسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، يبين أنه على اطلاع فعلي، لا أنه على استعداد أن يعلم، لا هو على علم فعلي. الإجابة الثانية، قالوا أن الإمام الحسين له خاصية مختلفة عن باقي المعصومين، فأنت لا ترى في أحد من المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام قد اختار المواجهة العسكرية. الذي اختار المواجهة العسكرية هو الإمام حسين عليه أفضل الصلاة والسلام، ولا نجد أن أحدا من المعصومين قد أخذ ذات الخيار الذي اتخذه الإمام الحسين. إذا للإمام الحسين خصوصية ليست هي لأحد من المعصومين سواه. وهذه الإجابة سوف أتحدث عنها إن شاء الله مفصلا في الليلة التاسعة تحت عنوان هل اختار الإمام الحسين المواجهة العسكرية، أو أن الإمام الحسين أصلا لم يختر المواجهة العسكرية وإنما أجبر عليها. هنالك سوف نتحدث ونصل إلى نتيجة إن شاء الله أنه لا يوجد فارق بين مواقف المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإنما الظروف هي المختلفة، فلا يوجد موقف خاص فيها. لا تصلح أيضا أن تكون إجابة عن موقف الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. الإجابة الثالثة والتي قد تكون هي أدق الإجابات في موقف الإمام الحسين هو أن الجهاد في سبيل الله لا يعد انتحارا. أساسا مفهوم الجهاد قائم على التضحية بالنفس. حينما يخرج الإنسان في جهاد مع رسول الله أو مع أحد المعصومين، مفهوم الجهاد متقوم بأنه مضحٍ
بنفسه بأنه مقدم لهذه النفس في سبيل الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. هذا هو مفهوم الجهاد. فما قام به الإمام الحسين وإن كان عارفا بما يؤول إليه مصيره، إلا أن ذلك تحت عنوان الجهاد، لا يعد هذا انتحارا. وإلا لو أعددنا ولو قلنا أن كل جهاد يعلم الإنسان بهذا المصير هو انتحار، لأصبحت كثيرا من غزوات النبي ومن الأمور الأخرى كلها انتحار، قد أقدم فيها كثير من الناس على التضحية بأنفسهم وبدمهم. كثير من الأمور التي يتخذها والمواقف التي اتخذها أهل البيت أو الأنبياء والمرسلين، نرى أنهم اتخذوها تحت هذا العنوان. كان يضحي بنفسه حينما كسر إبراهيم الأصنام. شنو كانت النتيجة من تكسير الأصنام؟ أما كانت النتيجة أن يضع نفسه وروحه تحت طائلة القتل؟ فهل يعد ذلك انتحارا؟ كان ذلك جهادا تحت هذا العنوان. ولهذا أنت تقرأ في سيرة الإمام الحسين سلام الله عليه، حينما كان في الركب الحسيني فهومت عيناه، فسمع قائلا هاتفا يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير من خلفهم. قل فاسترجع. سمعه علي الأكبر قال: أبا لم استرجع؟ قال: سمعت هاتفا يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير من خلفهم. قال: أبا أولسنا على الحق؟ قال: بلى، والذي إليه مرجع العباد. قال: إذا لا نبالي، أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا؟ وإذا بهم في ذلك الركب رم ذلك الجيش الحر بن يزيد الرياحي عطشان، سقاهم الإمام الحسين من الماء. وصل وقت الصلاة، من يتقدم؟ قال: نصلي بصلاتك يا ابن رسول الله. فحينما انفتل من صلاته وفرغ أراد أن يكمل مسيره، فعارضه الحر بن يزيد الرياحي. الإمام الحسين يقول: لا أتبعك. الحر يقول: لا أدعك. إلى أن أخذوا قرارا ألا يتخذ طريقا يرجعه إلى المدينة ولا طريقا يذهب به إلى الكوفة. أصحابي، من منكم يعرف الطريق على غير الجادة؟ تقدم الطرماح: يا ناقتي لا تذعري من زجري، وامشي بنا قبل طلوع الفجر، بخير ركبان وخير سفر، يا مالك النفع معا وارضى، أيد حسينا سيدي بالنار، على اللعينين سلي صاخ، يا زينب الطهر وبنت الطهر، ألست عدي لسياط زاد، وكل ساعة عباس ونزل محمل الحار يعدل، صهد للحسين وناشد شنهي نزل تكبل فلا، قال لا يا فوق يا نزلتي، تدري بختنا مدلل، ما تقبل الذل والهضم، وبيت على العزو
بينما السبط بأهليه مجدا بالمسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم تسير. ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسن، وحسين بعثه فلم ينبعث، زجره فلم ينزجر، إلى أن ركب سبعة أفراس، فدعا في صحبه: يا قوم ما هذه الفلا؟ قالوا: كرملا. قال: كرب وبلا. خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكر، وحسين وجه سؤال حسين الأرض الغاضري، بسايلك يا كرملة وردي علي، جبريل منك أخذ تربة وطيبها يفوق، جدي تلقاها وعليها الدمع مسفوح، قال له: بهالوادي يروح حسين مذبوح، وبهالمكان الدوح الصدر الأعوجي، يا كربلاء من جيت ظل محتار مهري، في وين قولي طيحتي ويا صاب قبري، والتربة اللي تشرب نوداج نحري، من يا كثر بالعجل رد جواب لي. قالت: يا ابن ست النساء وقفت حصان، ولشرفتها بنوستك هذي مكة، تتغسل بدمك وسافيها أجفا، وبهالمكان الدوح صدرك لعوجي. اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم إنا نسألك بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا حاجة هي لك رضا ولا فيها صلاح إلا قضيتها. المؤسسون تقبل أعمالهم، الحاضرون احفظهم فردا فردا في أنفسهم ومن يلوذ بهم إلى موتاهم وموت المؤسسين. من مات على الإيمان يهدي للجميع ثواب المحترمة. الفاتحة تسبقها صلوات.